مع الانفتاح الرقمي الذي يعرفه العالم وتزايد استعمال التكنولوجيات الحادثة، عرف مجال التجارة الإلكترونية انتعاشا كبيرا رافقه تزايد ملفت في ضحايا النصب والاحتيال عبر الانترنت، سواء بعدم الالتزام بمواعيد التسليم أو ببيع سلع غير مطابقة للمعايير. هذا النوع من النصب والاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي يزداد من يوم لآخر، وهذا من خلال الشكاوي التي تتلقاها المنظمة. إلا أنه لابد علينا أن ندرك بأن القانون لا يحمي المغفلين، وعلى هذا الأساس لابد أن يتأكد من مصداقية البائع، وكذلك أن لا يدفع أي فلس إلا بعد تلقي البضاعة وملاحظتها ومعاينتها. شكاوى عديدة قدمت لمصالح مكافحة الجرائم الإلكترونية، أبرزها لمواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف متاجر إلكترونية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم العقوبات التي تسلطها العدالة على مثل هذه الانتهاكات. الشارع الجزائري والقانون الجزائري نشوف بأنه لا يتسامح أبدا مع هذا النوع من النصب والاحتيال، ونشوف أنه حتى المادة 172 من قانون العقوبات لصمت عقوبات قاسية لكل من يلجأ إلى النصب والاحتيال سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها أو حتى صفحات وهمية. شوفوا بأنه العقوبة تتراوح ما بين يعني من سنة على الأقل إلى 5 سنوات على الأكثر، وبغرامة من 20,000 إلى 100,000. وبمثل هذه التصرفات أصبحت التجارة الإلكترونية فضاء غير آمن للمستهلك، حيث أضحت مثل هذه الفضاءات وسيلة للإيقاع بالضحايا، ليبقى المواطن في حيرة في كيفية التفريق بين المتاجر الإلكترونية الموثوقة والوهمية.